بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله ربه بشيرًا ونذيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة في الله، اللهم يا معلمنا يا معلم آدم وإبراهيم، وفهمنا يا مفهم سليمان. لازلنا في شرح كتاب الواسطية للحافظ الإمام ابن تيمية رحمه الله، الذي بدأ كتابه هذا بأركان الإيمان الستة، ونحن في الركن الثاني من هذه الأركان وهو الإيمان بالملائكة. ولا شك أننا ذكرنا وقد ذكرنا في الدرس السابق طرفاً من علم الملائكة وما يتعلق بهم من أسماء ومن أعمال ومن غيرها، ونحن في هذا الدرس بإذن الله نواصل ما تكلمنا عليه لبقايا ما يتعلق بأمر الملائكة، لأن بعض المسلمين يجهلون أعمال الملائكة ووظائفهم والسر في خلقهم وما جعلهم الله عز وجل فيه لهم من أعمال يعملونها بأمر الله عز وجل، وهم كما ذكرنا مخلوقون من إيش مخلوق الملائكة؟ من نور. كما أن الإنسان خلق من طين فالملائكة خلقوا من نور، والجن خلقوا من نار، من مارج من نار. فإذا كانوا خلقوا من نور فهم عالم غيبي لا يرى، وإنما يرى الملك إما من طريق الأنبياء عليهم السلام، هم الذين يرون الملائكة، أو من طريق التشكل، بحيث أن يتشكل الملك على هيئة البشر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الحارث ابن هشام رضي الله تعالى عنه، والحارث ابن هشام هذا من القرشي من أهل مكة، وهو أخو عمرو بن هشام، وعمرو بن هشام منه أبو جهل، لكن الله هدى أخاه الحارث بن هشام وأضل أبا جهل فرعون هذه الأمة. فالحارث بن هشام يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كيف يأتيك الوحي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يأتيه تارة على هيئة صلصلة كصلصلة الجرس، قال: وهو أشد الوحي علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما يقول. وهذا من آيات الله، فيسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة وأحيانا يأتيني على هيئة رجل فيكلمني، وذكرنا أنه كان على هيئة صحابي رضي الله عنه، من هو؟ دحية بن خليفة الكلبي، صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتارة يأتي على صورة أعرابي لا يعرفه أحد من الصحابة. فإذا الملائكة
عالم غيبي ذكره الله تعالى في القرآن، والإيمان به واجب، بل هو ركن من أركان الإيمان، كما ذكرنا أن أركان الإيمان ستة. ها يا فيصل، اذكرها يا فيصل جزاك الله خير. الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان الستة. من أنكر ركنا منها والعياذ بالله فإنه يكفر، لأنها جاءت بالقرآن، مثلها مثل أركان الإسلام الخمسة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل عليه السلام في هيئة أعرابي ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إليه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه هيئة طالب العلم، جبريل يعلم الصحابة رضي الله عنهم كيف يتلقون العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب طالب العلم عند العلماء. فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف أحد من الصحابة، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. قال: صدقت. فقال الصحابة: عجبنا له، يسأله ويصدقه. العادة السائل يعني يستفهم ولا يصدق. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة، متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لست أنا أعلم منك بوقت الساعة، لأن الساعة اللي هي يوم القيامة لا يعلمها إلا الله، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، ويسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند ربي، علمها عند الله عز وجل. قال: فأخبرني عن أماراتها، ما هي علامات الساعة؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، إلى آخر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نشاهد هذه العلامات واضحة جلية، لا سيما في عصرنا هذا. وفي بعض الروايات: وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاة رؤوس الناس. أول شيء أن تلد الأمة ربتها. كيف تلد الأمة ربتها؟ يعني أن تلد المرأة بنتا لها، وتكون هي كأنها سيدة عليها، كأن البنت تعمل وتصرف على والدتها. يعني بعض العلماء لأن الذي يصرف هو الذي يكون يعني السيادة، أو أن المسلمين يجاهدون في سبيل الله ويكثر السبي ويتسرون الجواري، فتلد الأمة ربتها، يتزوجها سيدها أو يطأها فتلد بنتا هي لسيدها، فهي سيدة على أمها. وأن ترى الحفاة العراة العالة، يعني ترى العرب هم الحفاة العراة العالة رعاء الشاة، يتطاولون في البنيان، يتفاخرون في البنيان، أصبحت البنيان الآن أبراج ناطحات السحاب، يتطاولون في البنيان، عمارتي أكبر من عمارتك، بل أصبح التطاول الآن بين الدول، أصبح كل دولة تبني البرج العالي تطاول الأخرى في أنها تستطيع أن إلى أن وصل بعض الأبراج إلى الكيلو، إلى 1000 متر في الطول. فهذه من علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونراها بأعيننا واضحة جلية. وفي بعض الروايات
كما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا رأيت بيوت مكة، بيوت مكة تعلو على أخاشبها، يعني على جبالها، فإن أمر الساعة قد قرب. والآن نرى أن بيوت مكة أصبحت تعلو على جبالها، فنحن في آخر الزمان. فهذا ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي علامات على صدق نبوته وعلى أنه رسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذا جبريل عليه السلام لما انتهى من هذه الأسئلة ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون من السائل؟ أو تدري يا عمر، يعني عمر بن الخطاب كان بجواره، تدري من السائل يا عمر؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. جبريل عليه السلام جاء على صورة الأعرابي يعلم المسلمين أركان الإسلام وأركان الإيمان وعلامات الساعة من وهذا حديث في الصحيح. أيضا من أعمال الملائكة أنهم مطبوعون على طاعة الله عز وجل. الله عز وجل قال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة لا يعصون الله أبدا، هم مكلفون ولا يعصون الله تعالى، يسبحون الليل والنهار لا يسأمون، لا يسأمون، يسبحون دائما، يسبحون في الليل والنهار ولا يسأمون. وأيضا قال تعالى فيهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فما أمرهم الله عز وجل به. وقال تعالى: وهم من خشيته مشفقون. الملائكة عباد مكرمون كما ذكرنا، والله عز وجل أثنى عليهم وسماهم عباد مكرمون. قال تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الملائكة تشفع عند الله عز وجل، تشفع للمسلمين وتشفع للمؤمنين وتشفع للعصاة من المسلمين يوم القيامة، لكن الشفاعة لا يمكن أن تحصل إلا بشرطين: الإذن للشافع أن يشفع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأن يرضى الله تعالى عن المشفوع له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فالله عز وجل لا يقبل شفاعة أحد إلا بعد أن يأذن للشافع أن يشفع وأن يرضى عن المشفوع له. فالملائكة يشفعون وهم قائمون بالخدمة، منفذون لتعاليم الله عز وجل، وهم مكلفون بطاعته، لهم أعمال يعملونها، منها التسبيح. الله عز وجل قال: والملائكة يسبحون بحمد ربهم. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. الله عز وجل قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فحملت العرش ثمانية. وذكرت لكم في الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة كم؟ 700 عام تخفق الطير فيه. هذا ملك واحد من حملة العرش، أذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يحدث عنه. وقال عز وجل في خزنة جهنم: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه جنود الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهم أيضا يسبحون وهم الصافون، فهم يصفون عند ربهم
والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف يصطفون؟ قال: يتمون الصفوف ويتراصون في الصف. رواه الإمام مسلم. يعني كما نصف في الصلاة، أمرنا أن نصف في الصلاة كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أصحابه سمع صوتا فقال: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: لا يا رسول الله. الرسول له خاصية، يسمع شيئا لا يسمعه الصحابة، ويرى شيئا لا يراه الصحابة، فيرى الملائكة ويرى الجن عليه الصلاة والسلام، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ويسمع أيضا عذاب أهل القبر الذين يعذبون. مر على قبرين عليه الصلاة والسلام، وقف عليهما ثم قال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. يعذب في قبره لأنه يمشي بالنميمة بين الناس، يعني النميمة هي القالة وهي الإفساد بين الناس. وفي الحديث: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. وبعض الناس يستهين بالكلام في أعراض الناس وينقل الكلام على جهة الإفساد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن النمام يفسد في الساعة الواحدة ما لا يفسده الساحر في سنة كاملة. النمام يفسد في الساعة ما لا يفسده الساحر في سنة كاملة. وهذا من خطر النمامة، وهي من الكبائر، من كبائر الذنوب، وهي القالة، نقل الكلام على جهة الإفساد بين الناس، يفرق بين الأقارب، يفرق بين الأرحام، يفرق بين الجيران، يفرق بين الإخوان، يفرق بين الأصدقاء، يفرق بين المسلمين. هذه هي وظيفة المفسد، فعامة عذاب القبر من النميمة. قال: إنهما ليعذبان. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع عذاب القبر عليه الصلاة والسلام، وقال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وتخيلوا لو أننا نسمع عذاب أهل القبر، هل تهنأ لنا الحياة؟ لو أنا نسمع عذاب أهل القبور. ومر صلى الله عليه وسلم على قبور اليهود في المدينة فقال: هؤلاء اليهود يعذبون في قبورهم، هؤلاء يهود يعذبون في قبورهم والعياذ بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما الآخر فكان يمشي أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. بل قال صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر من البول، وهو أن الإنسان إذا بال لا يتنزه من بوله، يستعجل في القيام فيبقى نقط من البول فتكون على ثيابه وعلى جسمه، فيذهب ليصلي وهو على نجاسة. لذلك لابد للعبد أن يستبرئ من بوله، وأن ينتظر حتى ينتهي من بوله، ثم إما أن يستجمر وإما أن يستنجي. والاستجمار بالحجارة أو بالمناديل أو بغيرها، أو يكون بالاستنجاء بالماء، وإن جمع بينهما فهو أفضل. أما من كان عنده سلس بول فهذا معذور، وهو يتحفظ ويتوضأ عند كل صلاة، عند كل دخول وقت صلاة، وهذا من رحمة الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الغيبة ومن النميمة، ويحذرهم أيضا من أنه يجب عليهم أن يتنزهوا من البول ومن الغائط، وأن يتطهر المسلم، لأن الله عز وجل لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يكون طاهر البدن، طاهر الثياب، طاهر المكان،
هذه شروط لصحة الصلاة. فصلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن عامة عذاب القبر هو من هذين الذنبين العظيمين الذي حذر منهما النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لما سمع صوتا قال للصحابة: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إني أسمع أطيط السماء، وما تلام أن تئط ما فيها موضع شبر إلا عليه ملك ساجد أو قائم لله عز وجل. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار ولا يسأمون. يعني الله عز وجل غني عن عبادتنا. السماء ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد أو قائم أو راكع لله عز وجل. وسيأتينا أيضا أن الملائكة تحج إلى البيت المعمور، وقد ذكرنا هذا في الدرس السابق، أن البيت المعمور فوق السماء السابعة لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى ليلة الإسراء والمعراج، عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم، أسري به من مكة من بيت أم هاني ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخت علي بن أبي طالب، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به في المعراج مع جبريل عليه السلام إلى السماوات العلى، سماء الدنيا ثم السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، وكان في كل سماء يلتقي بالأنبياء ويسلم عليهم كما سيأتينا في حديث الإسراء والمعراج. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم في السماء السابعة مسندا ظهره على البيت المعمور وهو بحذاء الكعبة، يعني في نفس اتجاه الكعبة كما جاءت النصوص والأحاديث في هذا. وورد أن في كل سماء بيت تدخله الملائكة يطوفون فيه ويصلون ويتعبدون لله عز وجل. فالبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه أبدا، يحجون إليه، وهو الذي سماه الله عز وجل في سورة الطور بالبيت المعمور، وأقسم الله عز وجل بالبيت المعمور، قال تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. الآية الرابعة من سورة الطور أقسم الله تعالى بالبيت المعمور، وهو ليس البيت الحرام، إنما البيت المعمور الذي في السماء السابعة الذي مسند إبراهيم الخليل الجزء من جنس العمل، لأنه هو الذي بنى البيت وهو الذي بنى الكعبة عليه السلام، هو وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فجازاه الله عز وجل أن يكون في السماء السابعة مسندا ظهره إلى هذا البيت تكريما وتعظيما وتقديرا لأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع إليه البيت المعمور ويدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه أبدا. أيضا الملائكة خلق يخشون الله عز وجل ويخافونه، كما في قوله عز وجل: وهم من خشيته مشفقون. ولما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى ومعه جبريل، قال: كلما علونا إلى السماء رأيت جبريل يصغر ويصغر ويصغر حتى أصبح كالحلس يخاف خوفا من الله عز وجل، كما ثبت في الحديث الصحيح. ومن شدة خوف الملائكة أنه إذا أراد الله تعالى أن يتكلم بالوحي في السماء، إذا تكلم الله أو أراد أن يتكلم أو إذا قضى بالأمر بالسماء، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لله عز وجل،
لكلام الله عز وجل كأنها سلسلة على صفوان، صوت السلسلة على صفوان. الصفوان هي الحجر الأملس إذا مريت عليه بالسلسلة من حديد. قال علي رضي الله عنه: صفوان ينفذهم هذا الصوت، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا لجبريل: ماذا قال ربكم؟ قال جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فالملائكة كلهم يقولون: قال الحق وهو العلي الكبير. طيب، الملائكة أيضا لما خلق الله آدم عليه السلام سألت ربها عز وجل: ما هو الحكمة من خلق آدم؟ وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم علم الله عز وجل آدم، وعلم آدم الأسماء كلها ليبين فضله عليهم، ثم عرضهم على الملائكة. علم الله آدم أسماء كل شيء، اسم السماء والأرض والجبال والحيوانات والطير وكل شيء، وعرضهم على الملائكة. قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الخبير. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، كما في سورة البقرة. ثم الله عز وجل تكريما لآدم عليه السلام أمر الملائكة بالسجود له. فالله عز وجل قال: إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. ففي قوله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون دليل على أن الملائكة كلهم سجدوا، جميعهم، جبريل وميكائيل وإسرافيل وجميع الملائكة سجدوا لآدم، ليبين الله عز وجل فضله عليهم، ليبين مكانة آدم عليه السلام. طبعا المفاضلة بين آدم أو البشر والملائكة هذا كلام يطول، ولكن الله عز وجل أمر الملائكة بأن يسجدوا لآدم أبي البشر عليه السلام، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس ليس من الملائكة، لكنه كان عائشا في السماء مع الملائكة فأبى، وهو أبو الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، خرج واعترض على أمر الله عز وجل، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، والعياذ بالله. فإبليس ملعون، يعني مبعد عن رحمة الله عز وجل. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فإبليس لا زال حي إلى أن يهلكه الله عز وجل بانتهاء الدنيا. الله أطلب من الله أن ينظره إلى يوم القيامة فأنظره الله عز وجل، ولكنه في نار جهنم والعياذ بالله. أيضا ذكر الله عز وجل في وصف آدم عليه السلام، ذكر الله عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في الصحيحين أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، خلقه طوله في السماء كم طول آدم عليه السلام؟ 60 ذراعا في السماء. آدم عليه السلام طوله 60 ذراعا، كأطول بنيان عمارة ترونها الآن عليه السلام، في 7 أذرع، 60 ذراعا في 7 أذرع. والمؤمنون يوم القيامة يدخلون الجنة على طول آدم عليه السلام، وعلى صورة يوسف عليه السلام في الجمال، وعلى خلق محمد صلى الله عليه وسلم أبناء 33 عاما، شباب لا يفنى.
ولا يهرم ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. فطول آدم عليه السلام لما خلقه الله خلقه 60 ذراعا، فلما خلقه قال له اذهب إلى هؤلاء الملائكة فسلم عليهم، فقال آدم عليه السلام السلام عليكم للملائكة، فردوا عليه الملائكة قالوا وعليك السلام ورحمة الله، فزادوه الدعاء برحمة الله عز وجل. وهذا حديث رواه الإمام البخاري. يروى أيضا أن آدم عليه السلام لما مات غسلته الملائكة، كما ثبت أن أحد الصحابة رضي الله عنه غسلته الملائكة وهو الصحابي حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه كرامة له. حنظلة ابن الراهب أو ابن أبي عامر، وهو من الأوس رضي الله تعالى عنه، وكانت الأوس تفتخر على الصحابة بأن منهم غسيل الملائكة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد حنظلة قال إن صاحبكم، يعني حنظلة ابن الراهب ابن أبي عامر، تغسله الملائكة. فسأل الصحابة زوجته ما هو حاله، قالت إنه لما سمع الدعوة للجهاد في سبيل الله خرج وهو جنب، لم يغتسل لسرعته مبادرته للجهاد في سبيل الله، ولذلك استشهد وهو جنب، فأكرمه الله عز وجل بأن الملائكة تغسله. رواه الحاكم والبيهقي وإسناده حسن. وكان الأوس، لأن الأنصار قبيلتان الأوس والخزرج، وحنظلة من الأوس، كانوا يفتخرون بأن منهم حنظلة غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنه. أيضا الملائكة موكلون أيضا ببني آدم في أرحامهم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث الصحيح في رواه مسلم، يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون 40 يوما علقة، ثم يكون 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيقول، فيؤمر ب4 كلمات: بكتب عمله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، يعني حديث في الصحيحين. يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل هل يجوز أن المرأة تخرج النطفة، يعني إذا ما أرادت الحمل وقع النطفة في رحمها ولا تريد الحمل، فهل يجوز لها أن تلقي بحملها؟ قال إذا كان 40 يوما وأقل فيجوز، لأن لا زال نطفة، مثل النطفة التي سقطت على الأرض. أما إذا تخلق بعد 80 يوما فإنه لا يجوز للمرأة أن تلقي النطفة أو العلقة من رحمها، لأنه قد تعدى 80 يوما، فهو 40 يوما نطفة و40 يوما علقة و40 يوما مضغة، والمضغة مثل اللحمة الممضوغة، ثم يخلقه الله عز وجل عظاما، ثم يكسو العظام لحما، ثم ينشئه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فالملك وظيفته يقول يا ربي ما العمل، ما الأجل، شقي أو سعيد، ما رزقه وما عمله وما أجله، وهل هو شقي أو سعيد. ولذلك يقال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق أحد 10 المبشرين بالجنة يقول يا ربي إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. انظروا عمر رضي الله عنه على إيمانه وتقواه وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خائفا على نفسه، يقول يا ربي إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. فالسعيد من أراد الله عز وجل له السعادة. ولما قال الصحابة
إذن الله كتب الأشقياء والسعداء وسيأتينا في كتاب القدر، ففيما العمل يا رسول الله؟ هل نتكل على كتابنا أو نعمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة والعياذ بالله ميسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان ليس مطلوبا منه أن يعلم ما في كتابه، لأن هذا شيء أخفاه الله عز وجل، لكن الله عز وجل يعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار. لو قلنا إن الله لا يعلم أهل الجنة وأهل النار، إذن طعنا في علم الله، وهذا كفر. الله يعلم ما كان وما يكون، ويعلم من هم أهل الجنة وأهل النار. وإن الله عز وجل كما ذكرنا في العهد والميثاق الذي أخذه على آدم في وادي نعمان وهو بطرف عرفة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، مسح الله ظهره وأخرج ذريته أمثال الذر، ثم قال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. ورأى آدم عليه السلام واحدا من ذريته له نور، فقال: من هذا يا رب؟ قال: هذا ابنك داود، عبدي داود النبي عليه السلام. قال: كم عمره يا ربي؟ قال: 60 عاما. قال: أعطه من عمري 40 عاما. تبرع آدم عليه السلام لابنه داود 40 سنة. فلما جاءه الموت آدم عليه السلام قال: يا ربي بقي لي 40 سنة. قال: ألست تبرعت لها بابنك داود؟ قال: فنسي آدم فنسيت ذريته. فهذا من علم الله عز وجل الذي كشفه الله عز وجل لنا وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الملك يكتب العمل ويكتب الأجل ويكتب الرزق ويكتب السعادة أو الشقاوة. هذه من أعمال الملائكة. أيضا الملائكة حرس أرسلهم الله تعالى يحرسون بني آدم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهؤلاء الملائكة كما قال عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هذا عبد الله ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن، لأنه فسر القرآن كاملا، أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كبار الصحابة رضي الله عنهم. قال: إن المعقبات هم من الله، هم الملائكة، جعلهم الله ليحفظ الإنسان من أمامه ومن ورائه، فإذا جاء قدر الله الذي قدره الله عز وجل عليه تخلوا عنه. قال مجاهد، مجاهد بن جبر المكي، هذا مجاهد تلميذ ابن عباس، وقد قال العلماء: إذا جاءك التفسير عن مجاهد، مجاهد بن جبر المكي من أهل مكة، فحسبك به. يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات، أقفه عند كل آية أسأله عنها وعن معناها وفي من نزلت ومتى نزلت. أخذ التفسير عن ابن عباس، موجود تفسير في القرآن في الأسواق مطبوع، تفسير مجاهد، وأيضا العلماء كابن جرير الطبري وابن كثير والمفسرون دائما ينقلون عن مجاهد ابن جبر المكي رحمه الله كثيرا من التفاسير، لأنه أخذها عن ابن عباس، فهو تلميذ ابن عباس الذي أخذ عنه التفسير. يقول: ما من عبد، هذا كلام مجاهد ابن جبر، قال: ما من عبد إلا له ملك، كل عبد له ملك موكل بحفظه
في نومه وفي يقظته من يحفظونه من الجن ومن الإنس ومن الهوام والدواب، فما منها شيء يستطيع أن يصل إليه إلا قال له الملك وراءك وراءك. إذا أقبلت الدابة أو الجن أو غيره من ترده الملائكة عنه من حفظ الله عز وجل، كما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين. أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا على حب الصدقة، حب الصدقة الذي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم جعل أبو هريرة يحرسه من اللصوص، فجاء لص يأخذ من الحب فمسكه أبو هريرة قال أنا سأذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا فقير وأبو عيال أطلقني، قال فرحمته وأطلقته. في الليلة الثانية رصده وجاء ومسكه أبو هريرة، قال يعني أنا مسكتك الليلة الأولى وأطلقتك ورحمتك، قال إن جيتك المرة الثالثة أمسكني، هذه آخر مرة. قال فرحمته وأخرج وذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبو هريرة يقول ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله شكى إلي حاجة وفاقة وأنا أبو عيال وفقير فرحمته وأطلقته. قال كذبك وسيأتي الليلة الثانية، فجاء ومسكه. ثم قال له في الليلة الثانية ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قال شكى لي حاجة وفقرا يا رسول الله فأطلقته. قال كذبك وسيأتيك الليلة الثالثة. قل أبو هريرة نرصده ما دام قال الرسول عليه الصلاة والسلام سيأتي يعني سيأتي. فمسكه بالليلة الثالثة فقال ما الآن لا أطلقك، أسلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أرأيت لو علمتك آية من القرآن إذا قلتها لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح؟ وكان أبو هريرة حريص على العلم، يعني قال هذه فائدة ما أفوتها، وقال تطلقني؟ قال علمني وأنا أطلق. فعلمه آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة إلى آخر الآية. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال زعم أنه يعلمني يا رسول الله آية لا يزال علي من الله حافظ ولا يقربني. قال صدقك وهو كذوب، تدري يا أبا هريرة من كم ليلة وأنت تمسك من؟ قال من يا رسول الله؟ قال ذاك الشيطان، شيطان يتشكل على صورة إنسان، ثلاث ليالي يتشكل على صورة لص يسرق الحب. فإذا لما قال له أنا أعلمك آية من القرآن أطلقه أبو هريرة وهي آية الكرسي، فمن قرأها في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ، حافظ من الملائكة يعني، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فلذلك ينبغي لنا، ومما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن العبد عند نومه ينام أولا على طهارة، يتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا من الفضائل ومن الأعمال التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينام العبد وهو طاهر، فتصعد روحه وهي طاهرة وتصعد إلى السماوات، ويبيت معه ملك من الملائكة يحرسه، وأيضا ينام على جنبه الأيمن. وكان صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام يجمع كفيه ثم يقرأ فيهما سورة الإخلاص ثلاث مرات، قل هو الله أحد، وسورة الفلق قل أعوذ برب الفلق، وسورة الناس ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات، يمسح بها وجهه ورأسه وما أقبل من جسده وما أدبر، ثم ينام صلى الله عليه وسلم على جنبه الأيمن ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، باسمك اللهم أموت وأحيا، اللهم إن أمسكت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، ويقرأ آية الكرسي وآمن الرسول، خواتيم سورة البقرة. فمن قرأها في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح،
ولا يرى أحلاما مزعجة أبدا، وجربوها وهي مجربة. من قرأ هذه الآيات وهذه السور فإنه لا يمكن أن ينزعج في نومه ولا يرى حلما مزعجا ولا يرى شيئا مخيفا، لأن الذي لا يقرأ ولا يتوضأ وينام كما يقرأ يمكن يطالع في الجوال لين يجيه النوم، أو يسولف لين يجيه النوم، أو يجلس يفكر، لا يقرأ قرآن ولا يقرأ المعوذات ولا يدعو بالأدعية النبوية، يجيه الأحلام المزعجة والكوابيس والخوف، ويأخذه الشيطان في كل وادي، يشيله من جبل في جبل ويشيله ويلقي عليه شيء ويرمي عليه سهم ويعني يخوفه. فالشيطان عدو للإنسان في يقظته وفي منامه. ولذلك الرؤيا كما قال العلماء على ثلاث: إما أن تكون حديث النفس، وهو الإنسان يحدث نفسه بالشيء ثم يرى في المنام، يفكر في شيء فيرى، أو تخويف من الشيطان، يخوفه الشيطان لأنه ما قرأ ولا تعوذ ولا دعا، أو الرؤيا الصالحة وهي التي يراها الإنسان. والرؤيا الصالحة يراها الإنسان بنفسه أو يراها له إنسان صالح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق النبوة 46 جزءا، النبوة لم يبق من النبوة إلا الرؤيا الصالحة، وهي جزء من 46 جزءا من الوحي. يعني الرؤيا الصالحة جزء من النبوة، يعني الله عز وجل أعطى المسلمين هذه الرؤيا لتثبيتهم. بل قد جاء في الحديث الصحيح أنه إذا اقترب الزمان، يعني في آخر الزمان كما هو في حالنا، نحن في آخر الزمان، إذا اقترب الزمان واقتربت الساعة لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. الإنسان اللي صادق في كلامه، صادق في حديثه، رؤياه مثل فلق الصبح صادقة. أما الإنسان الذي يكذب ويأتي بالكلام غير الصحيح فهذا يخربط في نومه ويخربط في صحوته، ولا تكون رؤيا صحيحة. إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح على هذا الحديث، قال: في آخر الزمان يقل الأنصار ويصبح المسلمون في غربة من الدين، ويكثر عليهم الأعداء، فيجعل الله عز وجل هذه الرؤى الصالحة لتطمين قلوبهم وتثبيتهم على الدين. تأتيه الرؤيا الطيبة تبشره وتثبته في آخر الزمان حين يقل الناصر ويكثر الأعداء وأعداء الإسلام، ويكون الدين في غربة. إذن الملك يكون حارسا على المسلم أثناء نومه، لأنه توضأ وبات على طهارة وذكر الله عز وجل. قال علي رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن نفرا من مراد، من قبيلة مراد، يريدون أن يقتلوك يا أمير المؤمنين. قال علي رضي الله عنه: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، إن الأجل جنة حصينة. ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. يعني الإنسان إذا لم يحضر أجله فإنه لا يستطيع أحد أن يعجل بأجله، إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. أيضا من أعمال الملائكة أنهم سفراء الله إلى الرسل والأنبياء. قال الله عز وجل لجبريل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. هل يأتي بالوحي غير جبريل؟ يعني جبريل هو رئيس الملائكة، وهو الروح الذي ذكره الله عز وجل في القرآن: تنزل الملائكة والروح فيها. فهو رئيس الملائكة وهو الموكل بالوحي للأنبياء، لأنه كما ذكرت لكم أن اليهود
أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، قالوا من يأتيك بالوحي؟ قال صلى الله عليه وسلم: جبريل عليه السلام. قالوا: ذاك عدونا من الملائكة قاتلهم الله، يعني حتى اليهود يعادون الملائكة. قالوا: ذاك عدونا من الملائكة. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. لكن هل يأتي أحد من الملائكة بالوحي أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه جبريل قال: فسمعت صوتا في السماء فرفعت رأسي، فقال جبريل: هذا باب من السماء لم يفتح قبل اليوم. فنزل منه ملك، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. هذه من أعظم الآيات في القرآن، لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور بمثل هذه الآيات، سورة الفاتحة وهي أعظم سورة في القرآن: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سورة الفاتحة هي ركن الصلاة وهي أعظم سورة في القرآن وهي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي الشافية وهي الكافية. لما لدغ رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض الصحابة مروا بهم وطلبوهم أن يضيفوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم رئيس هذه القبيلة لدغته عقرب، فجاءوا للصحابة قالوا: هل معكم واحد يقرأ؟ هل معكم راق؟ قالوا: نعم معنا ابن معاذ رضي الله عنه. فذهب معهم إلى سيدهم فقرأ عليه بالفاتحة، وقبل أن يقرأ قال: نأخذ منكم أجرة لأنكم ما ضيفتونا. قالوا: لك قطيع من الغنم. أعطوا، لأنه سيدهم ورئيسهم، يعني بيتخلون عن أموالهم وعن غنمهم كلها علشان يشفى من هذا السم الذي دخل في جسمه. فقرأ عليه بالفاتحة، قرأ عليه معاذ رضي الله عنه بالفاتحة أم القرآن، فكأنما نشط من عقال، كأنه كان إنسان معقل ثم قام، فبرئ وليس فيه شيء. ثم الصحابة أخذوا الغنم وقالوا: اصبروا، لا تذبحوا منها شيء ولا تأكلون حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه وذكروا له القصة. قال: وما يدريك أنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم، يعني أعطوني من الغنم أيضا، يقول صلى الله عليه وسلم. فإذا الفاتحة نزل بها ملك من الملائكة غير جبريل، نزل بالفاتحة ونزل بخواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. وفي الحديث: من قرأها في ليلة كفتاه، من قرأ خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه، كفتاه من الشر ومن السم ومن السحر ومن غيرها مما يعتري بني آدم من الأذى. فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي من قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وذكر ابن عساكر عن حذيفة رضي الله عنه، هذا حذيفة الصحابي رضي الله عنه يمتاز عن الصحابة بشيء، أنه ماذا يمتاز به حذيفة؟ إيش يمتاز؟ أنه صاحب أحاديث الفتن، وأيضا أنه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حافظ سر الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره بأسماء المنافقين، الرسول كان يعرف المنافقين. ولما جاءه صحابي رضي الله عنه في عبد الله
ابن أبي سلول على أساس أنه يقتله لأنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هو الذليل، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: ألا أضرب عنقه؟ عمر بن الخطاب: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ كيف يسبك ويسب الصحابة؟ قال: لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. انظروا الحكمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم منافقين، والمنافق في الدرك الأسفل من النار، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله. فقال: لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر حذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا موقف ثاني لعمر رضي الله عنه، وقال: يا حذيفة، أسألك بالله، عمر بن الخطاب الخليفة الفاروق أحد العشرة المبشرين بالجنة، يقول: يا حذيفة، أسألك بالله، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ هذا عمر خايف على نفسه من النفاق، فما حالنا نحن؟ أن نكون أشد خوفاً على أنفسنا. ولذلك الإنسان إذا وجد في نفسه شيئاً من الرياء أو شيئاً من حب أن يظهر عمله في الناس، فليقل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذه كفارة الإنسان إذا وجد الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. النبي صلى الله عليه وسلم، في أحد يسمع دبيب النمل؟ ما نسمع، ولو جبنا مكبرات الصوت ما نسمعنا دبيب النمل. الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل، وهو الرياء. يزين الرجل صلاته، لينظر الناس إليه، يتصدق على أساس الناس يقولون كريم، يقاتل ويجاهد على أساس الناس يقولون شجاع ومجاهد وشهيد. هذه لا تنفعه إلا أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل. فعمر رضي الله عنه الفاروق يسأل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، يقول: هل أسألك بالله يا حذيفة، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ قال حذيفة: لا يا أمير المؤمنين، ولا أخبر بعدك أحدا. يعني أنا أخبرك أنت، لكن لا أحد يسألني بعدك يا أمير المؤمنين. فهذه براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حذيفة لعمر رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. بل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. النبي صلى الله عليه وسلم قبح الله الرافضة الذين يسبون الشيخين أبا بكر وعمر ويسمونهما الجبت والطاغوت ويلعنونهما. انظروا كيف فساد هذه العقيدة الضالة المضلة. يقول: لو كان بعدي نبي لكان عمر ابن الفاروق رضي الله عنه، لو كان بعد رسول الله، لأنه خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر. بل قال فيه صلى الله عليه وسلم: هي ابن الخطاب، هي ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما سلكت فجا ولا طريقا إلا سلك الشيطان فجا آخر وطريقا آخر. الشيطان يخاف من عمر لقوته في الحق رضي الله عنه. وقال: عرض علي الناس عليهم قمص، بعضها يصل إلى الثدي، وبعضها يصل إلى وسط البطن، وبعضها إلى الركب، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره في الأرض. قيل: ماذا أولت هذا يا رسول الله؟ قال: الدين، 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 دين عمر. وصل إلى أنه يكسوه كله ويخط في الأرض. وفي رواية قال: العلم، علم عمر ودين عمر رضي الله عنه. فيسأله حذيفة: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ حذيفة يروي، وأختم بهذا الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ملك فسلم علي ونزل من السماء ولم ينزل قبلها، فبشرني أن الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة. هذا هو الشرف وهذا هو العز. الحسن والحسين
ابن علي بن أبي طالب وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها وسيدة أهل الجنة. وفي سنن النسائي ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء ملك فاستأذن علي ليسلم وبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة أهل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرة الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.